دوله طمني انا متغوغش. ايه بيتهم في الصاله ولا ايه؟ لا يا ابني ما بيتهمش في الصاله، بالعكس ده انا بيتهم على كفوف الراحه. نخيت. ايه الخه اللي انت بتقولها دي؟ وبعدين انت مالك انت سخنان قوي على بياتهم في الصاله؟ اشمعنى يعني انا اللي انام في المخزن؟ وايه المشكله يعني ما تبات في المخزن؟ هم حتى لو باتوا في الصحراء يا رمزي انت برضو هتبات في المخزن. ايه خد 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 بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ اه بحسب. يا دول افهمني بقى، ما تبقاش معصلك دماغك. يا عم انا سامع ان المعلم ترسى هيشتري المخزن واشترى معاه هرمين وهيخزنهم فيه. طب والهرم الثالث يعني هيسيبوا لمين؟ فرصتنا بقى دولة، فرصتنا احنا بقى نخش بتقلنا نشتري الهرم التالت نخزنه سعره يعلى نبيع. هي بس احنا عمرنا ما اشتغلنا في الاهرامات قبل كده يعني. واسمع كمان الهرم ده بيبقى له عمر افتراضي زي الجبنه النست، وعمره الافتراضي 9000 سنه. بص يا رمزي انا متهيألي احنا ممكن نأجره قانون جديد احسن. اه يا دولة فارم عليك، احنا ممكن نأجره فعلا وبعدين نطلعه بقى في الاعياد وشم النسيم وكده نأجره للعيال. اه صح دي فكرة حلوة برضو، ويبقى جنب الهرم ده ممكن نجيب لنا ايه جمالين ثلاثة على كرتونتين بقى مية معدنية على شوية مراجيع على شوية زحليق، ويبقى اول مولد فرعوني. ايوه يا دولة، والناس كساعتها بقى ممكن تستخدم الهرم ده كزحليقة، يعني يطلعوا لفوق كده ويتزحلقوا لتحت. ايوه يتزحلقوا لتحت ينزلوا ميتين، ناخدهم نحنطهم ونتوسع بقى. يلا انا اتحمست خلاص. اتحمست. هنشتغل امتى بقى دولة؟ هنشتغل على طول ياض. بس افتكر لو احنا اخذنا الهرم ده ممكن ننقله فين مثلا؟ عارف تفتكر ممكن ننقله فين؟ فين يا دولة؟ مش عارف. متهيألي ممكن ننقله رمسيس، هم مش نقلوا تمثال رمسيس ودوه الهرم؟ اه شفتهم في التلفزيون. بس يبقى احنا ننقل الهرم نوديه مدار رمسيس، يبقى مدار رمسيس اسمه مدار الهرم، والهرم يبقى مدار رمسيس، بحيث اللي رايح الهرم يروح رمسيس واللي رايح رمسيس يروح، يعني ندخل القاهرة في الجيزة. صح يا دولة. طب ايه رأيك بقى ما دام سخنت يعني ما نشيل مع ابو الهول؟ لا 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 ابو الهول مناخيره مكسوره ما يجيبش حاجه. لا 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 المهم بص يا رمسي. اسمع مين يا دول؟ يا عم اسمع انت كلامي، انا فاهم بقول لك ايه، انا راجل دماغي كلها عارف بيزنس يعني. ها الطلبات دي عايزك تروح تجيبها وتجيلي بسرعه. حاضر يا دول. عينيا. هجيبها بقى منين؟ هتجيبها من الهرم. اه قصدك رمسيس يعني. هوا فرين. لا يلا رمسيس ولا هو احنا اشتريناه لسه؟ يخرب حوض بلاستيكي مرصع بالبلورات الزجاجية وفتافيت الأحجار الأوتوماتيكية. يا نهار أبيض، أنا حاسس يا حبيبتي إن أنا متجوز موجهة فيزياء. بيبي أنا بدأت أحس إن أنت بقيت رومانسي جدا، أنا حاسة إن أنا عايشة مع تامر حسني في البيت. تامر حسني ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بص يا رانيا ده حاجة بسيطة جدا بس عشان أعبر لك بيها عن حبي، وأعبر لك قد إيه إن أنا مقدر تعبك في البيت هنا. ميرسي. السلام عليكم، ازيك يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه. ازيك انت يا حبيبي؟ بص يا ماما ايه رايك بقى في العبايه دي؟ حلوه قوي قوي قوي، بس مش دي كبيره على رانيا؟ لا رانيا ايه يا ماما، انا جايبها لك انت يا ست الكل يا ست الحبايب يا حبيبه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا. هو النهارده عيد الام؟ ها وانا مستني يعني عيد الام عشان اعبر لك عن حبي ليكي يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ انت عارفه بجد انا بحبك، بحبك جدا يا ماما. وانا بحبك قوي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. عارف لو طلبت عينيا اطلعهم كده واديهم لك. يعني احنا مش عايزين نستعجل الامور، بس عموما مش هتوصل للعينين يعني. كل اللي انا اقدر اقوله لك اني بحبك يا ماما، وخصوصا ان انت اول كلمه نطقها لساني. اول بس؟ لا تاني كلمة، أول كلمة كانت واء، تاني كلمة ماما ماما ماما. كوتي 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 كوتي. واو مش معقول يا عادل، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ده البرفان بتاعي. أنا عايز أعرف إزاي عرفت إن أنا بستعمل البرفان ده؟ حماتي انت بس عشان تعرفي ان انا بحبك انا جيت من وراكي وخدت علبه فاضيه من علب البرفان بتاعتك ورحت مليتها من المستودع. الله.